هدي الكلمه لاحمد بقى الكاميرا اهي، ايوه وقولي بقى كلمه لاحمد كده، كل اللي نفسك فيه قدام بقى ايه الوطن العربي كله مش الشعب المصري بس. بقول لك ايه، خلي بالك هو كتب لك 3-4 سطور، فعايزين نزود عليه. نزود عليه عايزين احنا يعني اجمل. والستات رجاله برضو جدعان قوي يعني. بس هو انا مش عارفه اقول له ايه، بس هو انا فخوره بيك جدا وسعيده ان انت بقيت من نصيبي يعني، و ربنا يخليك ليا يا رب وتفضل على طول معايا كده. ومش عارفه اقول، انا مش قادره اصلا اصدق الدموع اللي في عينك. والله يا جماعه الحب جميل بجد، الحب حلو طبعا. يعني احنا بنشكرك جدا، انت عروسه جميله وزي القمر، بميك اب ومن غير ميك اب. خليكي واثقه في نفسك، ما يهمكيش اي حد، ما يهمكيش كلام الناس. اعرفي ان الناس اللي بتتكلم دي ناس اصلا فاضيه وفارغه وسخيفة وملهاش أي لازمة. بس يعني أنا نفسي أعرف برضو حاجة من هديل، استفدتي إيه من الموضوع ده؟ يعني إيه طلعتي من الموضوع ده بإيه؟ أنت هتعيطي يا هديل؟ أنت هتعيطي؟ هتعيط عشان هو وحشها والله العظيم. في الأول بس خدي مني، في الأول بس هتعيطي، بعد كده هتعيطي تقولي امشي بره البيت خالص. يا أحمد خلي بالك من هديل، عشان هديل بتحبك، وبعدين بمجرد إن هي قالت لك كلمتين حلوين بتعيط. حافظ بقى على الرومانسية وعلى الحب الجميل ده. يلا نرجع تاني للدروس المستفاده. ان انا ايه، قولي انا مش هتكلم، انا خليني ساكته. مفيش، هو بصي اكتر حاجه اتعلمتها من الموضوع ده ان انا ما اهتمش بكلام حد. ان ايه؟ ما اهتمش بكلام حد. برافو عليكي. لا انا مش عايزاكي تعيطي على فكره، عايزاكي تبقي فرحانه. يا بنتي وحشها والله العظيم. في هو الاول هو وحشك ولا تاثرتي بالعواطف الرومانسيه؟ لا هو فعلا وحشني يعني. والله في الاول اسمعي مني. اسال مجرب ولا تسال طبيب؟ البنت عروسه جديده وحلوه وجميله. طيب مش هتعرف عليها. مش بنقول لك اسال مجرب ولا تسال طبيب؟ لا ما تساليش نرمين. لا اساليها، ما تساليش نرمين. خليكي رومانسيه وجميله. ايوه لو سمحتي. العروسه الجميله هديل، ربنا يوفقك ويكرمك وحياتك كلها تبقى سعادة وانبساط وجمال، وربنا يرزقك إن شاء الله كمان بالذرية الصالحة.